أكاديمية البحث العلمي بعتت لنا هنا عشان نشارك في المؤتمر، عشان زي ما حضرتك شايف المشروع ده فكرته ان احنا بنعمل طوبة صديقة للبيئة، موفرة جدا عن الطوب الأحمر كتكلفة، ما بنحتاجش ان احنا ننقل، احنا مكان ما بنحفر من التربة، هي هو نفس التربة اللي بتطلع، هو نفس الحاجة اللي بيبني بيها، فانت ما عندكش تكاليف نقل، ما عندكش طوب بيتعمل أحمر، ما بتحرقش، ما بتستخدمش أسمنت كتير، وبتوفر جدا في الفلوس. وحدة سكنية منخفضة التكاليف. MSA Center of Earth حصلت على المركز الأول في محور عمران الأخضر، وهي كانت جائزة نقدية، وده طبعا بفضل ماما نوال ودكتور مينا عبد الجليل المشرف على المشروع وروح التيم. المشروع ده ما كانش هيوصل للمرحلة ديت لولا روح الفريق اللي موجود معايا والديديكيشن، مجموعة جميلة جدا في تعاون غريب، بينتجوا كل حاجة بإيديهم. لما مركز بحوث الإسكان والبناء طلب مننا نعمل عينات، اشتغلوا بإيديهم والتربة وخلطوا بإيديهم وكبسوا بإيديهم كل حاجة في المكنة. كل واحد فينا هو أصلا إنسان عنده طموح وعايز يعمل حاجة، كله بيشتغل بإيديه، كله بيتعلم، كله بيساعد بعض، بيننا وبين بعضنا الموضوع فريندلي جدا، وإحنا يعني كلنا بنحب بعضنا، كلنا بنعتبر بعض كتيم وتيم ممبرز، كله بيوزع طاس بصورة متوازنة، بنشيل بعض، بنساعد بعض. جامعة بتساعدنا من أول ما بدأنا المشروع تقريبا، من أول ما روحنا منحة وسافرنا كلنا للهند لحد ما بعد كده بدأنا نشتغل على الدراسات، الجامعة كانت معنا خطوة بخطوة، دعم مادي ودعم معنوي. الجامعة هي اللي كانت سبورت الحاجة زي دي، إن إحنا نجيب المكنة دي نبتدي ننتج عليها الطوب وكده، وجالنا خبير برازيلي من المصنع دربنا، وإحنا بعد كده بعد ما دربنا بقينا إحنا بندرب ستودنت ودكاترة عندنا في الجامعة. فرحانين جدا، ويعني كنا فخورين جدا باللي احنا عملناه، ماما نوال كانت معانا في كل خطوه. لما تبقى حاجه زي دي ممكن تقوم بلد بتستضيفها جامعه وبترعاها جامعه، دي حاجه ما بتحصلش في مصر، يعني تقريبا دي اول حد يعمل كده هي مسقي عندنا.